عندنا شوية ديال الزنجلان، شوية النافع، ممكن إضافة حبة حلاوة، نصف كاس ديال سنيدة سكر سنيدة، نصف كاس ديال الزيت، أبيض بيضة، وكنضيفو كيس من سكر الفانيلا، وكنضيفو معلقة كبيرة من الخميرة معجونة وخميرة حبيبات مذابة في كأس من الماء، وكنجمعو بكأس معمر ديال الماء الدافئ حتى تحسو أن العجينة جمعات لكم ولا ترطبة، خليوها رطبة باش كيكون معكم القريشلات رطب وكيجيو هشاش وخفافين. وكنبقاو نجمعو هكا بدون دلك بدون تعب، كتبقاو تجمعو هكا شوية مهم، ونخليوها ترتاح. غطيت عليها هنا بلاستيكة في القزعة وخليتها ترتاح الوقت الكافي. ها هي العجينة ديالنا من بعد ما ارتاحت وخمرات وضعف الحجم ديالها، مع دابا الحال سخون دغيا طلعات، كنزولوا منها الهواء. كنستمر هكا في وضع كرات صغيرة ولا كبيرة على حسب نتوما شنو بغيتو، انا درتهم صغيرين ومازال غادي نكرسوهم. المهم كيما شفتو هاد القريشلات سهلين واقتصاديين في متناول الجميع، راك شفتو المقادير، درت انا نصف الكمية، بامكانكم ضعف المقادير. هاد الكمية اللي درت انا خرجت لي 12 القريشلة، كمية لا بأس بها، زوينين كيجيو للكوتي خفاف، كيجيك شي واحد على غفلة، سهلين، طريقة التحضير ديالهم سهلة. كنستمروا هكا حتى تنساليو جميع الكرات. هما من بعد ما بسطناهم وخمرونا تقريبا داو ليا شي نص ساعه خمروا حيت الجو سخون دابا، مهم كندهنوهم باصفر بيضه مخلطه انا مع شويه الحليب وقطرات من الخل باش تزود الزفره ديال البيض، وصافي وكندهنوهم كاملين بحال هكا حتى تنسالو الكميه ديالنا. صراحه كيجيو محمرين زوينين. انا عندي فرن عادي ماشي كهربائي، عندي عادي، وكنرشو شويه ديال الزنجلان الزرارع، من الاحسن الزنجلان. حتى تنساليو الكميه ديالنا. ها هو الشكل ديالهم النهائي في الصحه والراحه، كيجيو زوينين هشاش خفيف، كيجيو محمرين، مقادير متناول الجميع. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، والى عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه بالضغط على ابوني وتفعيل الجرس. كنبغيكم بزاف، سلام.